للمزيد حول التفاصيل ينضم الينا عبر سكايب من غازي عنتاب التركيه الاستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الاحرار. اهلا بكم الى استوديو رافدين. استاذ غزوان، الامم المتحده اتهمت النظام السوري بارتكاب جرائم حرب ابان عمليته على الغوطه. ماذا بعد الاتهام سيد غزوان؟ هل هناك تحرك حقيقي لوقف الجرائم التي يقوم بها النظام؟ جرائم الحرب التي استمرت على مدى 7 سنوات، الامم المتحده هذه تعتبر المرة الأولى التي تتحدث فيها علانية عن تحدثها عن جرائم الحرب في سوريا. حقيقة في سياق الصراع السوري صدرت عشرات التقارير سواء عن جهات أو لجان تابعة للأمم المتحدة أو عن منظمات حقوقية دولية، كلها بتأكد على منهجية متبعة من قبل النظام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين واستهداف الأعيان المحمية واستخدام سلاح الحصار للسكان المدنيين لتركيع المجتمع السوري. بالتالي يعني أمام هذا الازدحام في تلك التقارير، ما هي الخطوات العملية التي اتخذت من قبل الأمم المتحدة بوصفة مسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين، بوصفة مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان؟ ما هي الإجراءات التي اتخذت خلال تلك السنوات؟ لا شيء على الإطلاق. في التقرير ورد أنه أطبق الحصار على مناطق الغوطة ومناطق ريف دمشق منذ 2013 ولغاية 2018، يعني 5 سنوات من الحصار والتجويع بهدف تركيب المجتمع. وختم هذا الأمر بترحيل السكان، جريمة تهجير قسري، يعني تتوجت كل تلك الجرائم بجريمة تهجير قسري للسكان. ومع ذلك الضمير الدولي لم يتحرك، لم يكن هناك أي خطوة على المستوى العملي لمساءلة هذا النظام المجرم عما ارتكبته يداه من جرائم بحق السوريين. مما دفع المنظمات الحقوقية السورية للاضطلاع بدور بما أمكنها من إمكانات ومن جهود فردية للتعاون مع منظمات دولية في أوروبا لإقامة دعاوى على مرتكبي جرائم وانتهاكات في سوريا وفق مبدأ الاختصاص العالمي المتوفر لدى بعض الدول في أوروبا. نعم، 21 منظمة حقوقية يعني انتقدت استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. مع هذا الكم الهائل من الأدلة والمواقف الدولية تجاه استخدام النظام لهذه الأسلحة المحرمة الدولية، لماذا نجد النظام يستمر باستخدامها؟ ألا يخشى النظام تحرك دولي أم أنه أمن الموقف الدولي؟ لو كان يخشى تحركا دوليا ولو كان لديه أدنى شك بسقوط الحماية الروسية عنه لما ارتكب تلك الجرائم. يعني ورد في تقريركم على ما أذكر أن تلك المنظمات قالت أن 81 انتهاك أو جريمة مرتبطة باستخدام السلاح الكيماوي نفذها النظام منذ 2013، أي بعد صدور القرار الدولي رقم 2118 الذي جرد النظام السوري من السلاح الكيماوي أولا، وأوجب اتخاذ إجراءات في الفقرة 21 من القرار، أوجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع تجاه أي انتهاك لمضمون القرار. ولكن 81 انتهاك لم يحصل أي رد وفق الفصل السابع، ولم يحصل حتى إدانة حقيقية يعني تصدر عن مجلس الأمن. وكلنا نرى أن روسيا تسبغ الحماية الكاملة على هذا النظام المجرم، ولم تكتف بذلك، إنما تحاول إعادة إنتاجه الآن عبر السياق السياسي والدستوري. نعم، المبعوث الأممي لسوريا ستيفن ديمستورا بعد اجتماعه مع وفد تركي أمريكي إيراني أو روسي إيراني تحدثوا عن صياغة جديدة للدستور السوري، الدول الضامنة طبعا. برأيك هل هناك جدوى من بحث تشكيل دستور سوري جديد؟ والمعارك على الأرض السورية لم يكن هناك حل عسكري ينهي ما يعيشه الشعب السوري على الأرض؟ يا سيدي، المسألة
ليست في أن تغير الدستور ويبقى النظام. يعني خريطة الطريق التي أنشأها المجتمع وصادق عليها فيما يتعلق بالحل في سوريا، حتى روسيا جزء من هذه الخريطة وهي موافقة عليها، واللي هي بيان جنيف واحد والقرار 2254 والقرار 2118. نعم هذه الخريطة حددت الطريق الذي يوصل إلى السلام الوطني والسلم المستدام في سوريا عبر تشكيل هيئة حكم انتقام. أما أن نضع العرب أمام الحصان ونطلب أن يعني نخطو خطوات باتجاه بناء السلام، لن تستطيع العرب التقدم. فيعني الدستور ليس بوابة الحل، الدستور هو أحد البوابات أو آليات التغيير ممكن تحصل، ولكن ليس هو المدخل إلى الحل. مع ذلك لا بأس من أن يكون هناك متابعة من قبل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لهذا السياق، لأنه مع الأسف هذا السياق يشتغل عليه على قدم وساق الآن، ولا يشتغل على أي حل سياسي آخر، وكأنه ليس هناك حل سوى السلة الدستورية. إن وجد هذا المنظمات يعني التي تمثل المجتمع المدني السوري، إن وجدت أنه هذا السياق سيعيد إنتاج النظام، وهو بالتأكيد هذا المسعى الأساسي لروسيا على الأقل وإيران، فأنا أعتقد أنه يجب أن يعلنوا بالفم الملآن نعم. براءتهم من هذا الالتزام ومغادرتهم قاعة الاجتماعات. أستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، كنت معنا عبر سكايب من غازي عنتابة تركيا، شكرا جزيلا لك.